والله العظيم اليوم من تدخل التواصل الاجتماعي وتلقى التواصل كله مشتعل بكرم وشجاعة العراقيين والناس متعجبة، العالم كله متعجب، والله العظيم تفتخر انت ابن هذا البلد الكريم الشجاع الدافي الحنين. الفضل المن اللي الله والمراجعنا، الفضل اللي الله والشهدائنا اللي ضحت واستشهدت، الفضل لله والجرحانة، الفضل لله وحشتنا وشرطتنا وجيشنا وسرايانا، الفضل لله وإلهم. اليوم أنت من يحكي لحكاية السيد السيستاني الله يحفظه ويطول بعمره، من يحكي لحكاية سيد مقتدى، سيد القائد سيد مقتدى، وينتفض الشعب العراقي. من ينتفض؟ تنتفض الناس المساكين الفقراء، الفقراء لله سبحانه وتعالى. تنتفض مثلا اليوم السيد السيستاني وسيد مقتدى قالوا نتبرع للشعب اللبناني المظلوم، اقسم خبزتك ووديها لجيرانك. انتفض الشعب العراقي كله، شيب وشباب وحتى النسوان وبالتكتك وبالستوته واللي يبيع علاقه. تفتخر انت من تشوف الناس كلها تركض على مكان التبرع، اكو مكان خاصه للتبرع، هذا كيس طحين، هذا كيس تمن، هذا كيس شكر، هاي دهن، هذا حليب، هذا حفاضات، كلها الفضل لله والمراجعنا. ناس اجتها فتوى وفزعت كلها. الفضل مو للسياسيين الانذال يردون يركبون الموجه، جريمه بحق العراق هيك زبايل تحكم العراق. فانتم لا تدخلون بالنص وترحون المكانات اللي تتجمع بها التبرعات وصورني وانا ما ادري، او تتبرع انت. حتى اذا تتبرع انت فلوسك من حرام، فلوسك مال 40 مليون يتيم، فلوسك مال شهداء انت بقتهم، انت بايق المال العام. لا تتبرع وصورني وانا اروح اجاهد. لا عمي، اهل الجهاد معروفين وموجودين وطبوا لبنان وضربوا. فانت لا تتفلسف. على كل، افتخر انت عراقي، افتخر انت ابن هذا البلد الكريم الشجاع الحنين. والله العظيم ما وين ما تروح ما ترتاح وتحس بالحنان والامان الا بالعراق، اذا كنت اصيل. فانتم السياسيين ولدكم كلها عند اليهود تدرس بالخارج، لا تاخذون موجة الفقراء، موجة العراقيين الأصلاء الأبطال، طلعوا منها هاي السالفة، لأن الناس عرفتكم على حقيقتكم. أنتم شنو؟ أنتم قمة الزبالة، أنتم وحوش من فساد. العراقيين اليوم يأخذون الحكم مراجع سيد السيستاني، المراجع البقية، السيد القائد سيد مقتدى. أنتم انكشفتوا، أنتم هرم الفساد السياسيين. أما مراجعنا على الرأس حكايتهم سيف هنا وياخذها كل الشعب العراقي. رسالة وصلوها للسياسيين الأنذار.